إذن مشاهدينا، بهدف إرساء أسس عملية لاكتشاف الموهوبين في المدارس، وأيضا بهدف توعية المجتمع المحلي بأهمية الكشف عن هؤلاء الموهوبين وتمكين أو تهيئة البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم، يأتي برنامج ثروة. هذا البرنامج الذي أكيد يحمل العديد من التفاصيل والأهداف، نتحدث عنها مع الأستاذة سالمة بنت سليمان العبرية، أخصائية رعاية الموهوبين أو أخصائية أول بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. إذن في البداية نتحدث عن هذا البرنامج، نتعرف على برنامج ثروة وأهم الأهداف المرسومة لهذا البرنامج. برنامج ثروة، أول شيء كلمة ثروة، ثروة معنية فيها الطلبة الموهوبين وهم ثروة هذا الوطن فعليا. نعم. هم رأس المال البشري اللي يفترض الحين تتنافس الدول علشان تستثمر فيه، تحاول تبرزه، لأنه فعلا يعني مثل ما نستثمر في الأشياء المادية نحاول نطلعها تعتبر، هذه نفس الشيء الموهوبين عندي ثروة ينبغي الاستثمار فيها. نعم. البرنامج يهدف إلى الكشف عن هذه الفئة بطرق علمية وأسس علمية. يهدف أول شيء كما قلت سابقا اللي هي الكشف عنهم بطرق وبأدوات علمية مقننة. ثاني حاجة اللي هي توعية المجتمع المحلي بأهمية الكشف عن هذه الفئة، تشكيل فرق لا مركزية وفرق مدرسية داخل المحافظات التعليمية ليشكلوا بمثابة قاعدة بيانات لرعاية هذه الفئة. كذلك تهيئة البيئة المدرسية، البيئة المدرسية تهيئتها بالإمكانات المادية والإمكانات البشرية لاحتضان هذه الفئة في المستقبل. يعني يمكن يكون عندنا مجموعة من المرفقات داخل المدرسة للعناية بهذه الفئة. نفس الشيء نسعى إلى إيجاد بعض التخصصات الوظيفية داخل المدارس مسؤولة عن هذه الفئة. جميل. إذا هذا البرنامج جاء تحديدا لاكتشاف الطلبة الموهوبين، هم مثل ما ذكرتي فئة يجب التركيز عليهم، تطويرهم، توفير كل ما يلائمهم لطبعا تقديم الأفضل لهم، وطبعا تخريج جيل موهوب بكل ما يحتاجه في المستقبل. نحن نتحدث الآن عن جهود السلطنة في إبراز هذه الفئة، أبرز ما قدمته السلطنة بمساندة مختلف المؤسسات التعليمية والصروح الأخرى، ما هي الجهود التي تعمل عليها؟ صراحة أبرز ما قدمته السلطنة في الفترة خلال الأعوام القليلة الماضية اللي هي رؤية عمان 2040. نعم. رؤية عمان 2040 أحد أولوياتها والركيزة الأساسية فيها اللي هي التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية. يعني هذه أولوية كبيرة، أو حتى اللي جالسة أقرأ عنها اليوم كانت أول أولوية في رؤية عمان 2040، ومنها وضعوا الأهداف والمؤشرات اللي تخدم هذه الرؤية. فعندي مثلا بالنسبة للمؤشرات يوجد عندي مؤشرين في للطلب الموهوبين، اللي هي مؤشر أعداد الطلب الموهوبين الخريجين من مدارس التعليم العام. نعم. بالإضافة مؤشر الابتكار، عدد الابتكارات اللي راح تخرج من التعليم الابتكار. فتعتبر هذه بالنسبة لنا وجود هذه المؤشرات كأنها دافع ومحفز ومقيم لعملنا داخل دائرة التشخيص ورعاية الموهوبين. ما هي أبرز هذه المؤشرات؟ أبرزها اللي هي مؤشر عدد الخريجين الموهوبين. يعني عدد سنويا تقاس كم عددهم، وبالتالي إحنا يعني ننكبر أو إن لازم نعمل على هذا الأساس. نعم. أيوة. بحيث إن زيادة هذه الطلبة سواء في الكشف أو في الرعاية. بالإضافة مؤشر الابتكار، مؤشر الابتكار ممكن يكون إحنا نخدمه أو ممكن دوائر أخرى في الوزارة مثل دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي. نعم. إذا هذه هي جهود السلطنة بشكل عام والتي انبثقت من خلالها رؤية عمان 2040، ولكن ماذا عن جهود وزارة التربية والتعليم لتترجم مبادئ رؤية عمان 2040 في هذا الشأن؟ أيوه. جهود وزارة التربية في حاليا يعني أصدر قرار وزاري داخل الوزارة بإعداد البرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين داخل مدارس التعليم المدرسي. من مخرجات هذا القرار تكون معنا استراتيجية وطنية، والحمد لله تم الانتهاء العمل بهذه الاستراتيجية، يكون معنا دليل تنظيمي
في المحافظات التعليمية وفي المدارس، جميع المدارس. يعتبر هذا الدليل التنظيمي كموجه لعملية وكموجه وضابط لعملية الكشف ورعاية الموهوبين. بالإضافة هيتكون عندي الدليل الاسترشادي للأنشطة الإثرائية للطلب الموهوبين، والحين العمل جاري في هذا المشروع يمكن من سنة ونص احنا نشتغل عليه، إن شاء الله يخرج تقريبا السنة القادمة على الفصل الثاني. هذا يعتبر من برامج الإثرائية، برامج الرعاية الإثرائية المنهجية، يمكن تعطي اللي هي للمدرسين اللي هي كيفية إعداد أنشطة إثرائية. هم متعودين يعدوا أنشطة إثرائية عادية، نعم. لكن الحين يخاطب الطالب الموهوب، فكيف يعد أنشطة إثرائية تختص بالطالب الموهوب. نعم. بالإضافة نسعى أن يكون هناك من مخرجات هذا القرار تكون معي فصول للموهبة داخل المدارس، بالإضافة اللي هي كوادر بشرية اللي هي يكون معنا إن شاء الله، نتمنى يكون معي منسق من موهوبين داخل المدرسة، بالإضافة يكون معلم موهوب. نعم. أيوة. إذن هذا البرنامج يستهدف عدد من الطلبة الموهوبين، لو نتحدث عن بداية هذا البرنامج، آلية اختيار هؤلاء الطلبة، وأيضا اختيار المدارس التي يشملهم هذا البرنامج. أيوة. احنا صراحة بدينا العمل في هذا البرنامج تقريبا من أكثر من سنة، من بدينا العمل فيه من خلال إعداد الخطط التنفيذية، الخطط الإجرائية، الخطط المالية، مخاطبات وغيره. تقريبا من شهر 11 الشهر نوفمبر الماضي بدينا هي مخاطبة المحافظات، مخاطبة المحافظات من أجل اللي هي ترشيح، طبعا ما كل المحافظات، البداية كانت معنا من 5 محافظات اللي هي مسقط والداخلية، نعم. وجنوب الباطنة والشرقيتين، جنوب الشرقية وشمال الشرقية. حاولنا بقدر الإمكان كبدايات ما نروح بعيد، زين، يكون في المناطق اللي موجودة حوالينا. خاطبناهم علشان حصر المدارس المستهدفة، ونفس الشيء راعينا ان تكون هذه المدارس بقدر الامكان تكون في مركز الولايات، لا تعرفي كبدايات كتجربه، نعم. وبعدها ننتقل نتوسع اكثر على السنوات القادمه ان شاء الله. عندي كذلك خاطبنا بخصوص حصر الطلبه الموهوبين، حصر الطلبه الموهوبين من خلال 4 معايير. اول شيء 3 معايير في التحصيل الدراسي، ومعيار واحد من خلال الانجاز والمشاركات. معايير التحصيل الدراسي، وبما اريد اذكرها تعرف الواجد اسئله تجي عنها، على اي اساس اخترت هذا الطالب، نعم. وما اخترت هذا، زين. فمعايير التحصيل الدراسي معي 3 معايير. اول شيء مثلا 95 يكون الطالب حاصل على 95% في المعدل العام، 95% في المواد الاساسيه، وتقريبا 98% في المهارات الفرديه. المعيار الرابع اللي هو مبني، هذا طبعا المرحلة التحصيل الدراسي تستهدف مرحلة سادس. المعيار الرابع اللي هو مبني على الإنجاز والمشاركات الدولية، ما شرط الدولية، احنا يمكن نزلناها كنا قبل حاطين الدولية، بعدين تعرفي نزلناها يمكن قلنا حتى على مستوى المحافظة، تعرفي ظروف السلطنة واللي مرت فيه، صحيح. خلال السنتين الماضيتين من جائحة كوفيد، ولكن تتناولوها بشكل آخر، يعني توقفت، نعم. حتى عملية المسابقات وغيره توقفت، صحيح. أيوة. بعدين هذول مرحلة سادس، فيمكن تكون صعبة عليهم، فحطنا حتى المستوى الإنجاز والمشاركات يكون على مستوى المحافظة، يكون المهم يكون معنا خارج إطار المدرسة، نعم. أيوة. هذا بالنسبة لمعايير الاختيار، مع اختيار الطلبة. جميل. تم اختيار هؤلاء الطلبة وتم حصرهم، ماذا بعد الكشف؟ ماذا يأتي بعد هذه المرحلة؟ الحصر يكون اللي هي مرحلة الكشف الفعلي عن طريق اختبارات اللي هي اختبارات القدرات الإبداعية واختبارات الذكاء. اختبارات القدرات الإبداعية كان معنا هنا اختبار مقنن من جامعة سلطان قابوس، اختبار دولي هو، بس تم تقنينه تقريبا من فترة طويلة، من بداية 2000 في جامعة سلطان قابوس. تم تطبيقه اللي هي يوم الخميس الماضي على هؤلاء الطلبة، وإن شاء الله يكون نفس الشيء يطبق عليهم اللي هي اختبار الذكاء رايفن، يمكن على بداية السنة القادمة نفس الطلبة. أيوة. وبعد ذلك تأتي مرحلة اللي هي بعد ما يستوفوا الاختبارات، تبدأ مرحلة الترشيح. الترشيح يتم عن طريق ترشيح المعلم، وكل طالب مختار يتم ترشيحه من قبل 3 معلمين من المعلمين اللي كانوا أكثر احتكاكا في هذه السنة، بالإضافة ترشيح ولي الأمر، نعم. فنجمع جميع البيانات، ومن خلالها تأتي من بعدها اللي هي عملية فرز الطلبة. يعني ما نعتمد معيار واحد، لا، الحين عدة معايير نستند عليها في
في وصف هذا الطالب هل هو موهوب أو غير موهوب. نعم، في كل هذه العملية ما هو دور ولي الأمر؟ دور الولي الأمر ربما اللي هي دوره أول في البداية ككشف، يعني الولي الأمر يفترض هو يكون عامل في عملية الكشف، يمكن اللي هي يكون يعني تهيئة البيئة التفاعلية لهذا الطالب داخل المنزل، بدل ما الطالب يكون على طول على الأجهزة وغيره وغيره، لا يخلي له بيئة تفاعلية، يخرجه من من البيت زين، فمن خلال يقدر يتعرف على مواهبه بالضبط. نعم، وبعدين جميل. ممكن يخاطب المدرسة اللي هي مثلا ألاحظ على ولدي عنده هذه الميول، فيمكن المدرسة من هذه ترشحه لينا من خلال هذا. صحيح، نفس الشيء ولي الأمر له دور كبير في عملية الرعاية اللي تجي من بعدين. يعني ما يفترض ولي الأمر يقول إيش دوركم، يعني في الحين مجموعة أسئلة تجي، إيش ناويين تقدموا لهذه الفئة؟ إحنا نقدم لهم، عندنا مجموعة برامج لهذه الفئة سواء على مستوى الوزارة، في الوزارة سواء دائرتنا أو المديريات الثانية نفس الشيء، يمكن في برامج مقدمة من المحافظات التعليمية الأخرى، لكن هذا كله ما يغني عن دور ولي الأمر، هو أدرى بولده أو ببنته فأدرى اللي يناسبه فيقدر يدخل هذا. الحين معنا تكون فترة الصيف، في كثير من البرامج اللي تطرح، صحيح، أيوة، من المؤسسات الخاصة. نعم، هي في النهاية علاقة تكاملية بين ولي الأمر والمدرسة ودوركم طبعا كأخصائيين في كشف هذه المواهب. نحن نتمنى لكم كل التوفيق في برنامج ثروة الأستاذة سالمة بنت سليمان العبرية، أخصائية رعاية الموهوبين بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر بوزارة التربية والتعليم، كل الشكر لك. شكرا لك، يعطيك العافية. لأن هذه هي البدايات ومشوار الألف الميل يبدأ بخطوة إن شاء الله، راح نتوسع، راح برنامج الكشف وبرامج الرعاية الموهوبين راح تعم كل مدارس السلطنة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهذا دور الجميع لمساندة هذه الفئة وغيرها من الفئات لتمكين طلبة السلطنة بأن دائما ما يمثلون الراية المرفوعة لسلطنة عمان، وأن تكون دائما أوجه الفخر مرسومة عليهم جميعا. إذن مشاهدينا نكون هكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من عمان، لنا لقاءات أخرى في نفس الوقت وفي نفس المكان هنا في هذا البرنامج الذي دائما ما يأخذكم في جولة مسائية رصدا ونقلا لأبرز المناشط والفعاليات وأحدث الأخبار. إذن مشاهدينا إلى لقاءات أخرى، إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته.